رأيك؟ أخوتي نحن بالنسبة لموضوع القانون، القانون ما بيقول لك تنفقد عن أطفالك 4 سنوات ما تشوف أطفالك. 4 سنوات أنا إذا كنت سجين، إذا كنت سجين بكل أنحاء بأي دولة تكون، يجيبوا لي أطفالي يفرجوني إياهم ولو لحظة ولو فترة. أخوتي أنا واتساب أو إيميل ما يبعثوا لي صورة لأطفالي. طيب أنت عم تقول لي أنا محترم القانون وأنا تحت سقف القانون، بس القانون لما عمال أطلع وأعتصم وأسوي عم يكتبوا يقولون أنه نحن متشددين، نحن مدعومين من داعش ولا ماعش، نحن ضد هذا الشيء وضد داعش وضد المشددين وضد كل شيء. نحن نحترم كل الأديان كل الطوائف، ونحن تحت سقف القانون الأوروبي مو بس السويدي. جميل. وبقضيتك أنت الشخصية على مين بتحط اللوم الأساسي بفقدان الأطفال؟ أنا بالنسبة لقضيتي السويد بلد جميل بلد حلو، بس بعض موظفين بالسوسيال كمدينة أنا كنت عايش بيها اسمها كاليكس، بعض موظفين الكومون السوسيال يعني 3 موظفين أو 4 عددهم، هذول فاسدين جدا وظالمين. والتغرير يا أخواتي يعني أبسط تغرير، لما كانوا يجيبوننا طفلنا أول ما أخذوهم ب3 شهور كانوا يجيبوننا طفلنا أطفالنا يشوفوننا، كانوا يبكوا الأطفال، بابا بدنا نروح على البيت، بدنا نروح معكم على البيت. كانوا يوصلوا للمحكمة إنه الأطفال خايفين منا. هل هذا عدل؟ هل هذا عدل يا أخوتي؟ وأحكمهم على موظفين السوسيال الفاسدين. شكرا.